اكتشفوا زمان ان الكلاب تقريبا عندها نفس الذكاء الاخلاقي بالنسبه للبني ادمين. ده لما عملوا بحث زمان على الكلاب وهم بيلعبوا مع بعض، وجدوا ان لعبهم رغم ان يكون في بعض شكل العنف الا ان عمره كان بيقلب بخناقه. ده نتيجه ان الكلاب بتتبع 4 رولز. اول رول التعامل بوضوح، ده ان الكلب لما بيقعد على الكلب اللي قصاده انه عايز يلعب معاه بيعملوا حركه تقريبا فيها شبه خضوع عشان يقول له انا عايز العب معاك. تاني رول السيلف هاند كابنج او عقد النفس، ده ان الكلب القوي يعيق نفسه عشان يبقى فيه لعب متكافئ مع الكلب الضعيف اللي قصاده اللي هو اقوى منه. تالت رول ان الكلب بيكسر هذه الرولز وبيقلبها بخناقه حقيقيه، لازم يقدم اعتذار للكلب اللي قصاده والكلب اللي قصاده لازم يقبل هذا الاعتذار. رابع حاجه ان لو الكلب اللي كسر رول تمادى في كسر رول بيطرد من القبيله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد فيلم فايندينج دوري وقبله فيلم فايندينج نيمو وسلاحف النينجا وتقريبا أي فيلم اتعملته مؤسسة ديزني لصناعة الأفلام الكرتونية كلهم بيصوروا الحيوانات على أنهم بني آدمين، وكلمة بني آدمين هنا أنا قصدي بيها عليهم علاقات آدمية ببعض ومشاعرهم وعواطفهم آدمية. طبعا أنا مش هتكلم عن تفاصيل فيلم فايندينج دوري، أنا مش ناقد سينمائي، احنا هنا علماء وعايزين نقول كلام علمي واقعي حقيقي. فانا هتكلم النهارده عن مصطلح علمي جميل جدا بيوصف الفكره دي، فكره الافلام دي. مهمه جدا احنا بعارفين الوصف العلمي ده، والمصطلح ده اسمه anthropomorphizing. المصطلح ده معناه ايه؟ معناه بكل بساطه ان هو لما الانسان بيحاول يعبر عن بعض ردود افعال الحيوانات على انها مشاعر انسانيه زي الحب والكراهيه والحقد والسرقه والى اخره. بمعنى انت شفت قطه بتاخد حاجه اكل مثلا من الشارع، راح واخدها وجاريه، فتقول شوف هي عارفه ان هي حراميه عشان كده هي جريت خايفه خوفا من الناس. انت كده بتوصف رد فعل حيواني بمشاعر وسلوكيات ادميه من غير ما يكون عندك دليل ملموس حقيقي او مجموعه من الادله اللي تثبت ايه الصفه دي. والموضوع ده على فكره مش جديد، الفيل اللي بيتكلم مع القطه، السلحفه اللي بتسابق الارنب، الصرصار اللي بيجري مع النمله. انت بتحاول توصف سلوكيات آدمية تعبر بيها بشخصيات حيوانية وتقول اه الحيوانات عندهم نفس الموضوع ده، ده اسمه الانثروبومورفايزنج. فعندك مثلا في فيلم فايندينج دوري، دوري عندها شورت تيرم ميموري لوس، عندها بتنسى بسرعة من الاخر، فمش فاكرة اي حاجة بتحصل لها من 5 دقايق وتقعد تكرر نفسها كتير. اللي حصل ان امها وابوها فضلوا حاضنينها ومحتويينها ومش عايزين يسيبوها وفضلوا عايشين على الامل ان هي هترجع لهم تاني والكلام ده كله. طبعا في عالم الغابة، في قانون الغابة، الحيوانات لو عند جابوا الأم والأم والأب الحيوانات جابوا طفل عنده مشكلة غالبا بيرموه، غالبا مش بيستنوا عليه بقى ويصبروا عليه ويحاولوا يدادوا فيه ويطيبوا خاطره، ما بيحصلش كلام ده. وأشهر مثال على ده القردة نينيتا. القردة نينيتا هي قردة لقوها ولقوا ان هي اتولدت يا عيني ما بتسمعش، امها وابوها سابوها رموها خلصت. واللذيذ في الامر ان اللي عطف عليها ورباها ورعاها وبيسرح لها زي ما شوفوا الفيديو ده انسان. فده معناه ان الشعور الام والاب والاحساس والحب والغرام والكلام كله لما تيجي توصفه الحيوان من غير ما يكون عندك دليل على ان الحيوانات فعلا بتعمل حاجه زي كده، يبقى انت بتعمل anthropomorphizing. ملاش نعمل anthropomorphizing ارجوكم، خلينا علماء في تفريغ تفكيرنا وطريقه ردود افعالنا مع المعطيات اللي حوالينا. نتاكد الاول بالابحاث ونتاكد نشوف كذا حاله على الاقل ما لا يقل عن 30 40 حاله، نبدا بعد كده ننشر بقى المعلومه ان فعلا ده اللي بيحصل وده الواقع وهم عندهم نفس المشاعر بتاعتنا. ولو عجبتك الحلقه دي يا ريت بس تبقى الشير واللايك والسبسكرايب، وشوف بشوف الحلقات القديمه، ولو عندكم اي سؤال تحبوا تسالوه لي ابعتوا له، اعمل لكم حلقه مخصوص بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.